هل لابد أن نستحضر المعاني أثناء قراءة القرآن؟ مثلاً عندما نقول غير المغضوب عليهم، يعني وأنا أقول المغضوب عليهم، لابد أن أستحضر مثلاً اليهود والنصارى في الضالين؟ استحضار هذه المعاني المقروءة في كلام الله من السنن ومن العمل الفاضل، وهو سبب للخشوع، خشوع المصلي في صلاته، فهذا من المكملات وليس هو من الواجبات المتحتمات التي تبطل صلاته أو يأثم بعدم استحضار معانيها، والله أعلم.